حذرت دائرة بيئة البصرة من وجود خطر كبير يحدق بمئات المنازل والأراضي الزراعية في المحافظة، ويهددها بالغرق في حال انهيار السد الترابي المقام على شط العرب والمهددة بسبب مياه البزل الإيرانية. في حال لا قدر الله لا سمح الله انهيار السد، احتياج انهيار هذه المياه محملة بالملوثات، واللي أهمها نسبة الملوحة العالية، بالتالي راح